كانت ماري لمدة طويلة مجرد اسم آخر على لائحة الأنساب، مدينة كانت بحسب تقاليد ما بين النهرين عاصمة للسلالة الملكية العاشرة التي تلت الطوفان. لقد عرف بالطوفان، لكن هذه الكارثة الطبيعية نجمت من دون أدنى شك عن فيضان غامر لنهري دجلة والفرات، واندرج الحدث في الميثولوجيا السومرية ليصبح لاحقا من القصص التوراتية. وتعين علينا الانتظار 20 قرنا لتصبح ماري واقعا ملموسا. أغسطس عام 1933، سوريا، وادي الفرات. على قمة مرتفع صحراوي اسمه تل الحرير نبشت مجموعة من البدو صخرة كان لها أن تكون شاهدا على قبر أحد أفراد أسرتها. فجأة ارتطمت معاولهم بكتلة صخرية سيتبين لاحقا أنها تعود إلى الحقبة السومرية. وخلال إحدى عمليات التفتيش الروتينية أدرك الملازم كابان من القوات الخاصة الفرنسية أهمية هذا الاكتشاف. اتصل بمتحف اللوفر بأسرع ما يمكن، فكلف أندري بارو بمهمة إدارة سلسلة طويلة من البعثات الأثرية إلى الموقع. وسرعان ما كشف النقاب عن جذور المكان بفضل إهداء نقش على تمثال. فقد قامت هنا منذ زمن بعيد مدينة ماري الواردة في سجلات ملوك سومر. لقد عينت تقاليد ما بين النهرين هذه المدينة مقرا ملكيا خلال السلالة العاشرة بعد الطوفان. بعد ذلك بقليل كشف النقاب عن بلاط زمر ليم آخر حاكم للمملكة. لقد كان حليفة ثم أصبح عدو حمورابي البابلي الشهير، وهذا أكد أهمية هذا المكان. وهكذا تلت اكتشافات أخرى بما فيها 1500 من المحفوظات والمجموعات الفنية المذهلة، ما فتح كتاب رواية عمرها 5000 سنة. بعد مضي 70 سنة على الاكتشاف لم تنتهي بعد مغامرة هذه المدينة التابعة لبلاد ما بين النهرين. بلاد ما بين النهرين، هذه العبارة تستحضر ذكريات من أزمنة سحيقة. برج بابل، مدينة بابل، نبوخذ نصر، أشور، بانيبال. العديد من الروابط المبهمة في منطقة تطفو بنظر الكثيرين في زمان ومدى الشرق خلال الحقبة التوراتية. إذن ماذا كانت بلاد ما بين النهرين؟ يتحدر الاسم من ميسوس وتعني وسط، وبوتاموس أي الأنهر. كان الإغريق أول من سمى المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات. ومنذ ذاك الحين أظهر علماء القرن العشرين أن ثقافة ما بين النهرين تطورت حول الحوض المائي لذينك النهرين. بضخامة الدلتا خصبا وقابلا للإبحار، لقد سمح هذا الحوض للإنسان بأن ينشر مستوطناته التي شكلت قدرا انصهر فيه مختلف الناس الذين استقروا هناك. أكاديون، سومريون، والأور، والبابليون، والكيشيون، والآشوريون، والآراميون. شكلوا ما نسميه حضارة ما بين النهرين، واحدة من أقدم الحضارات وأكثرها تجديدا في التاريخ.
بين الألفيتين السابعة والرابعة أصبحوا أسياد المياه والتربة، فطوروا الزراعة وتدجين الحيوانات، وقد اخترعوا الحرف الخزفية والمعدنية، وقد تم هنا اختراع العجلة. في الألفية الثالثة قاموا بخطوة حيوية في تطور البشرية، فقد اخترعوا الكتابة، وعدا عن ذلك فقد قاموا بالخطوات الأولى باتجاه تشكيل إدارة أهلية واقتصادية، فوضعوا مسودة أولى الشرائع، وطوروا أشكالاً بدائية للآداب. إذن في هذا المكان طور إطار عمل جديد للحياة البشرية، فقد أنشئت المدن الأولى كمثل ماري التي يمنحنا اكتشافها نظرة إلى الخطوات الأولى التي اتخذتها بلاد ما بين النهرين باتجاه المدينة. انطلاقا من دمشق، فإن الطريق إلى ماري تمر عبر السهول السورية من الغرب إلى الشرق، وصولا إلى بلدة دير الزور الواقعة على ضفاف الفرات. بلدة بدون ماض، لكنها بالتأكيد ليست بدون مستقبل، فدير الزور هي عاصمة سوريا بالذهب الأسود أي النفط، وقد أعاد تدفق العمال الأجانب والمحليين على حد سواء إليها اعتبارها بمثابة البوابة إلى الشرق الأوسط، لكن بالرغم من وجود متحف الآثار فيها وأسواقها، فإن دير الزور لا تعني للسائح سوى محطة خلال رحلته إلى ماري. في الصباح التالي نعود إلى الطريق لنتبع مجرى الفرات ونبتعد عن دير الزور إلى تل الحريري الذي لا يبعد أكثر من 100 كيلومتر. نرى اليوم شريطا طويلا من البساتين والحقول المزروعة التي أتاح النهر وجودها في هذه المنطقة المجاورة للصحراء، لنبدأ بإدراك أعجوبة مدينة ماري، أو بالأحرى بلاد ما بين النهرين برمتها. في البداية لم تكن ماري تتميز بشيء سوى مسافة من النهر. إذن هل كانت هذه المدينة العتيقة ما بين النهرين نتيجة نبوغ ما؟ الأرجح أنها أتت نتيجة الإبداع وإرادة النجاح لدى الرجال الذين أسسوها قبل المسيح ب3000 سنة، فطوروا بداية نظاما مهما لجر المياه، قادرا على تسخير مياه الفرات وقت الجفاف كما في وقت الطوفان. ثمة العديد من الآثار التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان ثمة شبكة أغنية حول مدينة ماري، لكن هذه الخطوات المتقدمة لم تكن كافية لضمان نجاح المدينة. نظرا إلى افتقارها إلى الغابات والموارد المعدنية، فقد استوردت المنطقة الخشب والنحاس من جبال طوروس التي تشرف اليوم على دولة تركيا، التي وفرت المعادن فاغتنموها لصناعة الأسلحة وأدوات العمل. مستخدمين الدروب التجارية البحرية والبرية طوروا نظام تبادل غذائي بين المتوسط والشرق الأوسط. كان ذاك مجرد واحد من الأسباب الأساسية لظاهرة المدينة في هذه المنطقة. لقد دفع إنشاء هذه الشبكة التجارية إلى قيام أولى أشكال السلطة السياسية والاقتصادية التي لعبت دورا غالبا في التركيبة الاجتماعية. تأسست ماري حوالي العام 2900 قبل الميلاد كمركز لنقل البضائع وضبط الحركة النهرية، وكانت نقطة عبور إلزامية لكل العاملين في الدورة الاقتصادية، كما تحولت إلى مركز للصناعات المعدنية. في الصباح الذي تلا وصولنا التحقنا بالبعثة الفرنسية في تل الحريري في الموعد المحدد. ففي 5:30 صباحا يبدأ يوم العمل بمسيرة المشاركين في نهضة ماري مع عربات اليد المتنافرة النغمات. إن التلة تتكتم على أسرارها وليس لديها الكثير لتثير إعجاب الزائر الجاهل لتاريخها. ساد شعور بالخيبة جراء اختفاء الآثار تقريبا، لكنه شعور يختلط بنوع من العاطفة جراء رؤية آخر بصمة من تلك الحقبة السحيقة. نحن في قلب منطقة مدينية حيث تدير الحفريات بياتريس مولر مارغورون، ويقضي هدفها بفهم المراحل العمرانية المختلفة لهذه المدينة البدائية.
تتطلب هذه المهمة صبرا وتصميما، لأن في أعماق هذه التربة ثمة ثلاث مدن شيدت الواحدة فوق الأخرى. لقد اختير هذا القطاع لأن أندري بارو قد نفذ حفريات إلى المستوى الذي بلغناه الآن، أي مستوى المدينة الثانية بين 2650 و 2350 قبل الميلاد. لذا ومن أجل بلوغ مستوى المدينة الأولى وهو هدفنا، حفر بواسطة مسبارين عميقين ووجدنا 9 مراحل من التطوير. وهدفنا الآن هو تحديد مختلف مراحل التطبيق وفهم الترتيب العمراني لكل مرحلة. إن التطبيق الأثري هو دراسة مختلف الطبقات لمستوطنة بشرية أو مكان مدمر أو مهجور أو الأحداث التي جرت على مر الزمن. المستوى العلوي يعود للمدينة الثالثة وهي الأقرب إلينا، والطبقة الوسطى تضم أطلال المدينة الثانية، والمستوى الأعمق يعود للمدينة الأولى أقدمها على الإطلاق. تخيلوا التاريخ الذي سنخسره إن مسحت الرياح سطح التربة البالغ عمره 5000 سنة. لقد أقيمت ماري على الضفة الغربية من الفرات، وضعت فكرتها وشيدت في فورة إرادة سياسة واحدة، لكنها ضمت منذ ذاك الحين أسس المدينية. بلدة دائرية يحيط بها سد طوله 1900 متر يحمي المدينة من فيضان النهر، ثم سور آخر يحميها من الهجمات. وسط المدينة والمناطق المحيطة بها ربطت ببعضها بعضا بطرق عامة ترامت في كل الاتجاهات، تقطعها طرق ثانوية ثم قناة من صنع الإنسان عرضها 30 مترا وصلت ما بين البلدة والفرات. فقد عبرت المدينة وشكلت مصدر الإمداد المائي الرئيس، بالإضافة إلى كونها المدخل المباشر للحركة النهرية. لكن مدينة ماري هجرت حوالي العام 2700 قبل الميلاد، وتولت السلطة في وقت لاحق قوة أخرى، وتوسعت المدينة أكثر فأكثر. تحول وسط المدينة إلى مركز إداري وديني، وشيد بلاط مقاساته الملفتة للنظر لم نشهد لها مثيلا في بلاد ما بين النهرين كلها. لقد ركز الوافدون الجدد نظاما مبتكرا لصرف مياه الأمطار، بدأ من وسط المدينة ليتجه إلى الخارج إلى الطرق الثانوية، حيث تمتصها التربة المجاورة والمكسوة بالحصى وقطع الفخار المهشم والرماد. حوالي العام 2250 قبل الميلاد، وبعد تعرضها للاجتياح من قبل الأكاديين، رزحت ماري تحت حكم جديد ودمرت المدينة، ثم أحييت لتعيش فترة ازدهار ثالثة بفضل بادرة من سلالة ملكية جديدة الشاكاناكو. أعيد بناء البلاط بالكامل بتصميم مختلف إنما بالمقاسات ذاتها، ثم شيدوا قصرا ثانيا سموه البلاط الشرقي. وقد طور النظام الدفاعي تدريجيا. تذكروا أن المدينة الأولى كانت محاطة بسهل، وكان لها سور داخلي مع أبراج وبوابات، وحافظت المدينة الثانية على التخطيط ذاته بالرغم من بناء سور فوق السد تتخلله قوات النبالة ليشكل خط دفاع ثانيا على بعد 300 متر من السور الأول، أي أن الفاصل بينهما هو مجال النبال. أما بالنسبة إلى بناء المدينة الثالثة فقد ضاعفوا سمكة الأسوار الداخلية وبنوا ممشا دائريا مكن النبالة من الانتقال بسرعة في المدينة. وفي وقت لاحق دعموا السور الخارجية فوق السد وأصبح بضخامة السور الداخلية. أخيرا بني منحدر من الحصى على الجانب الداخلي لمنع اللغامين المعادين من هدم السور. وعلى الرغم من كل ذلك فلم يمنع هذا النظام الدفاعي تعرض المدينة للفتح والحرق على يد حامورابي ملك بابل عام 1760 قبل الميلاد.
ما كانت إعادة التركيب تلك ممكنة بدون سنوات طويلة من البحوث على الأرض. تضم كل طبقة عدة تلميحات إلى وجوب أن يكشف عالم الآثار أولا ثم التفسير، حينها يمكنهم فقط إعادة وضع إطار حياة الناس الذين عاشوا هنا منذ زمن بعيد. إن المعلومات التي جمعت الآن تلقي الضوء على الحياة الاقتصادية لماري. كانت الصناعات المعدنية من دون أدنى شك أهم الصناعات المحلية. في الواقع ظهر العديد من المواقد المحفورة في أمكنة مختلفة، ما أشر إلى وجود دكاكين حدادة قديمة. المعادن الخام الآتية نهرا من جبال طوروس جرت تنقيتها هنا ثم صنعت منها الأدوات قبل إعادة بيعها. كما سجلت بياتريس وفريقها سبقا آخر بفضل نوع آخر من المنشآت الصناعية. وجدنا بعض المواقع المعبدة بالأسفلت كهذه، وجدنا 2 أو 3 مثله، لكن هذا الحوض المسفلت هو الوحيد في هذا المشغل الذي يحتوي على وعاء مطمور حتى عنقه، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان حوضا للتنقية، إما في مشغل للصباغ أو لتصفية الطين. ثمة العديد من الأدلة الأخرى التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه جرى التعامل بالطين في منطقة هذا الحرفي. هذه القذائف التي استخدمت في الحرب كما في القنص عثر على المئات منها في ماري. لقد استخدمت كذلك التقنيات الخزفية في صنع التجهيزات الهيدروليكية، كما تشهد هذه الأقنية التي تنقل مياه الشفا كما في آبار الصرف، حيث حولت المياه القذرة لتترسب في أعماق الأرض. كما أنتجت دكاكين الفخاري كل أنواع قدور المطابخ والأواني المنزلية. لا توجد أنواع عدة من الأطرزة، وفي أغلب الأحيان نجد قواعد الأوعية، لكن الجوانب مثيرة جدا للاهتمام كما ترون هنا. هذا يؤشر إلى نوع الخزف المعتمد، هذا من دون شك وعاء أيضا. ظهر الخزف لأول مرة حوالي العام 7000 قبل الميلاد، وبلغ إنتاجه ذروته في 1400 قبل الميلاد، عندما بدأ استخدام الأفران وأتاح التركيز وتكثيف الحرارة لكسر التربة. إنما قبل استعمالها للطين فقد استخدمت الأفران لأهداف غذائية ولا سيما للخبز. لقد اكتشفت بياتريس العديد من الأفران في هذه المنطقة وتسمى هنا التنور. إن وجود كل هذا العدد من مواقد التنور في هذه المنطقة الحرفية أمر مدهش، فهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الناس أقاموا بالفعل في مشاغلهم، وقد صممت ليس للعمل وحسب بل للحياة اليومية أيضاً. يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة الأجواء المفعمة بالحركة التي خيمت منذ زمن بعيد في هذه المنطقة الحرفية، حركة يبدو أنها قوطعت بطريقة فظة. في الواقع قامت بياتريس وفريقها مؤخرا باكتشاف غريب جدا. لا يمكن أن تجد حمارا متألما بهذا الوضع، فالحيوانات التي تشرف على النفوق تتمدد أرضا بالكامل، لذا فإن الرأس كان سيكون ممدداً أيضاً وليس مستقيماً كما هو هنا.
نعتقد أن هذا الحمار قد سحق، أي نفق فجأة، والأرجح أنه خر أرضاً وانقلبت عربته المحملة بالأوعية الثقيلة ورست فوقه. المدهش أكثر هو أن هذا هو الهيكل العظمي الثاني الذي يعثر عليه على المستوى ذاته. كانت إلى جوار الأول آثار عربة ذات عجلات. إذا ما الذي حصل هنا؟ لكي يقع حماران بهذا الشكل لابد أن يكون قد حصل انهيار أسقط المنطقة برمتها، وقد يفسر هذا أيضا بقاء الهيكلين العظميين محفوظين. وهذا ليس كل شيء، فثمة دليل آخر تحت هذا القماش يؤكد نظرية علماء الآثار. إلى جانب كمية من الأوعية المهشمة ثمة هيكل عظمي بشري، وفي هذا السياق لا بد من أن تحسبه قبرا. قبر؟ ليس هذه المرة، لأن الجثة هنا أيضا ليست بالوضع الصحيح، فالجثة التي دفنت في مراسم تمدد دائما على جنبها. ابن ماري هذا وقع فجأة إلى الوراء، ويبدو أن وفاته حصلت خلال تحميل أو تفريغ حمولة أوعية عن أو على ظهر حماره. بعد التقاط الصور وإبعاد النفايات يمكن المباشرة باستخراج الهيكل العظمي، ويجري استخراج كل شظية بعناية فائقة. سوف تحدد دراستهم جنس وعمر هذا الشخص، كما ستكشف الأطعمة التي أكلها، وستعزز هذه المعلومات معرفتنا بالحياة اليومية لسكان ماري. الخامسة بعد الظهر تعود بياتريس وفريقها إلى مقر البعثة، لكن يوم العمل لم ينتهي بعد. بعد تنظيفها تصنف الآثار التي اكتشفت، وتوضع جردة مكان العثور عليها، ونوعها وشكلها وزخرفتها. بعد ذلك فقط ترمم وترسم ويدرسها المختصون. تسجل الموجودات بدقة ويؤشر إليها قبل إيداعها مخزن موقع الحفريات. لا نجد على الرفوف تماثيل أو نفائس، بل شظايا كمثل نصل هذا السكين أو هذه العجلة من الطين النضيج، ويبدو أنها لعبة تمثل نموذج مركبة ابتكرها أبناء بلاد ما بين النهرين بعد اختراعهم العجلة. إننا نجد كذلك أشياء لها علاقة بالتكنولوجيا في تلك الحقبة. هذا الأثر الصغير على سبيل المثال قد لا يبدو مميزا، فهو أنبوب كان جزءا من منفخ موقد حدادة. الطرفان مفقودان، لكنه كان مثبتا في الخارج لضمان تدفق الهواء إلى الموقد. وقد كونت قوة الضغط الخارجي قوة شافطة جعلت من حجر الفحم الحجري مضطرما لصهر النحاس أو النحاس والقصدير لصناعة البرونز في البواتق المركزة على الفحم الحجري المتوهج. بحلول السادسة يتجمع علماء الأثار والمهندسون والرسامون والمرممون في القاعة التي تستعمل في آن معا كقاعة اجتماعات وقاعة طعام. إنه وقت تقويم محصلة عمل اليوم، وتحت الأعين المتنبهة لأعضاء البعثة جميعا تلخص بياتريس الاكتشافات والملاحظات التي جرت في ذاك النهار في قطاعها. للأسف عثرنا على بعض العناصر القارية، أما بالنسبة إلى البقية فهي استمرار لهذه النوعية من التربة. إن نبش وسط المدينة ليس الهدف الوحيد للبعثة، ففي الغد سوف يفتتح موقع حفريات آخر عند البلاط. قبل اختتام الاجتماع يضع جان كلود مارغرو جدول الأعمال في القطاع الذي يتولاه مالو شنايدر.
يعود بلاط ماري إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وقد اعتبر في الماضي واحدا من عجائب الدنيا. إنها الخامسة صباحا، ولدى صياح الديك تتحرك بعثة علماء الآثار الفرنسية. حركة الذهاب والإياب لا تنقطع خلال استعداد الجميع ليوم العمل أمامهم، فلا يجب نسيان شيء، ولا سيما أداة قياس الزوايا، الآلة التي تسمح لهم بوضع خريطة طبوغرافية للموقع. بعد جمع المعدات ينتقل الجميع إلى قاعة الطعام لتناول فطور كبير. ما هي الأهداف اليوم؟ اكتشاف موقع البلاد والمضي في الحفريات في منطقة الحرفيين. مع تلون السماء بالخيوط الذهبية الأولى يتجمع العمال في مستودع الأدوات. السادسة صباحا، موعد الانطلاق. كمثل حبات المسبحة يتقاطر أفراد الطواقم إلى تل الحريري، التل الأثري حيث أطلال المدينة الملكية العتيقة. بني من الحجارة غير المصقولة، فلا يظهر بلاط ماري إلا القليل من روعته الماضية. للوهلة الأولى لا نرى سوى أكمة من التراب غير محددة الشكل، يتعذر فهمه على غير الاختصاصيين. تغطي مجموعة النصب هكتارين ونصف الهكتار، حيث ثمة بلاطان بني الواحد على أنقاض الآخر. شيدت سلالة أجنبية من الأكاديين القصر الأول في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أما الثاني فقد بنته سلالة شاكاناكو في مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد، وذلك بناء على منظور جديد كلياً. لقد توزع هذا المقر الملكي الجديد على قسمين رئيسين. القسم الأول كان منطقة مقدسة، ويضم كذلك قاعات التخزين في المملكة. أما القسم الثاني فقد كان خاصا ورسميا في آن معا. نجد هنا منزل الملك مزينا بالحدائق المعلقة، بالإضافة إلى منطقة استقبال ومقرات لمديري شؤون المملكة. هذا القسم الثاني يضم كذلك مقر النساء. الآثار الظاهرة على السطح هي الأحداث، وتعود للألفية الثانية قبل الميلاد. أما آثار الألفية الثالثة يبقى معظمها تحت سطح الأرض، وتجري الحفريات راهنا لنبش هذه الآثار. لقد كشفنا بوابة مدخل بلاط الألفية الثالثة بعد أن رفعنا بوابة بلاط الألفية الثانية. ما زالت هناك منطقة لم نستطع بعد ربطها بالحفريات السابقة، إذن هذه ستكون مهمتنا هذا العام، أي كشف صلة الوصل ما بين مدخل البلاط وقلبه. قدمت لنا الحفريات السابقة فكرة وثيقة عن التصميم الداخلي لمنزل ملكي ضخم في مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد. إذن كان هناك مدخل طوله 9 أمتار، وكان ضخما للغاية، يرتقي تدريجا إلى وسط البلاط، وكان يجب أن ينعم بقليل من الضوء، وكانت الأبواب في كل مكان وأمام كل منها حارس، وأشعر بأن هذا البلاط لم يكن مكانا سعيدا.
بعد عبور هذه المنطقة ذات الإجراءات الأمنية المشددة يمكن للزائر بلوغ أول باحة كبرى، ومن يمنح شرف مقابلة الملك يتعين عليه التوجه نحو باب آخر في الركن الشمالي الغربي للباحة. هناك يصدر المشرف في البلاط إذنا يسمح لحامله بدخول باحة النخيل، المرحلة الأولى من المسار الرسمية. سميت الباحة الثانية كذلك بسبب وجود نخلة اصطناعية دلت في فترة ما على النقطة الوسطى، ما زلنا هنا نرى قاعدتها. بفضل أدلة أثرية متنوعة عثر عليها في أثناء الحفريات كوننا فكرة عن روعته الأساسية. هذه الباحة المغطاة كليا بالجص الأبيض تحيط بها أسوار عالية مزينة بالرسوم، وأشهرها والأسلم بينها تظهر تنصيب الملك. إنه على شكل رسم ثلاثي الألواح مع مصراعين جانبيين متماثلين كليا. عند الطرفين إلهة لاما كما نسميها في الوسط، ثمة شجرة نخيل أمامها لابد أنها التي نصبت في الباحة، وأمامها كذلك على ثلاثة مستويات متراكبة، حيث نرى سفينكس وثورا برأس بشري ونسرا نصفه أسد، حيوانات خرافية ستظهر في وقت لاحق كتماثيل ضخمة على أنها حراس بوابات القصور الملكية الآشورية. الجزء الأوسط مقسم إلى مستويين، حيث نرى المشهد الرئيس الذي يعطي الصور اسمها، وفي الجزء السفلي يمكن أن نرى إلهتين تحملان وعاءين فيهما ماء وأسماك، وفي الأعلى يأخذ الملك بيدي الإلهة عشتار إلهة الحرب والحب. الصولجان والعصا هما رمزا السلطة الملكية. هذه ليست لوحة جدارية حقيقية، لكنها الوحيدة التي وجدت في مكانها الأصلي في كل الشرق الأوسط واتخذت شكل رسم. لوحات غنية للغاية بالرمزية. بداية كل شخصية في اللوحة تحمل رسالة. مثلاً أشجار النخيل والإلهتان اللتان تحملان الأوعية التي يترقرق منها الماء هي للتذكير بأن الملك كان ضامن الخصوبة وبالتالي ازدهار البلاد. إن وضع الشخصيات يفصح أيضا بالكثير، فانظروا بإمعان. عشتار إلهة الحب والحرب موجودة بالضبط وسط هذا العمل الفني، وهذا ليس كل شيء. لقد استخدم الفنانون خدعة تقنية الانعكاس المتماثل فنتجت ازدواجية لكل عنصر منها. النخلتان هما انعكاس للنخلة في الباحة، والإلهتان الحاملتان الوعاءين تترقرق منهما المياه تستحضران التمثال الذي كان في حقبة ما ردهة مقامة مباشرة خلف الرسم. في هذه الردهة يدخل الزائر إلى قاعة العرش، المرحلة الذروة من مسيرته الرسمية. وعليه فإن هذه اللوحة تأخذ بالحسبان تجاور هذه المنطقة المكونة من ثلاثة أجزاء والتي هي على ارتباط مباشر بالوظائف الملكية. كان الملك يقلد سلطته هنا في قاعة العرش حيث ترتفع الجدران ستة أمتار، وما زالت القاعدة الحجرية موجودة حيث قام في الماضي عرش من العاج والذهب والفضة.
من هذه القاعة كان يمكن للملك الوصول من جهة إلى غرفة المجلس ومن جهة أخرى إلى مقراته الخاصة التي خضعت لحراسة مشددة. وقد تألف مقر إقامته من عدة غرف نوم وغرف للحرس ومناطق للخدم، كما أن هناك قاعة جلوس كبيرة يستقبل فيها الملك الأصدقاء والأسرة. وبفضل نصوص معينة علمنا كذلك أن مقر الإقامة الملكية كان غنيا بالزينة وبوسائل الراحة. في البلاط الكثير من النفائس، وبالطبع لأن القصور والمعابد كانت الأغنى في المدينة، ومن الطبيعي أنها حوت العديد من النفائس التي كانت أقل بكثير في المنازل الخاصة الأخرى، إنما فيها كذلك مستوى جيد نسبيا لوسائل الراحة، شكل استثنائي من أشكال الترف مثلا، فقد كان للملك مستودع جليد تحت الأرض. حتى الطبقات الوسطى في المدينة لم تتوفر لها أسباب الراحة هذه. من الملفت للنظر حقا التخيل أن الملك كان قادرا على نقل شحنات من الثلج والجليد من الجبال الشمالية لكي ينعم بالمرطبات الباردة على مدار السنة. إنه ترف حياتي شاطره الملك مع حفنة من ضيوفه البارزين ونساء المنزل، وهن كثيرات. كانت هناك الملكة الكبرى وسيدات الأسرة الملكية، زوجات الملك بالإضافة إلى زوجات الملوك الذين هزمهم. كانت هناك أيضا محضيات وكاتبات ومطربات وراقصات وخادمات، وقد عشنا جميعا تحت سقف واحد. جناح الحريم كما يسمى بالعربية كان محظرا كليا على كل الرجال ما عدا الملك، ولم يسمح للنساء بمغادرة هذا القفص الذهبي إلا إذا أمر الملك إحداهن بالالتحاق به. وهذا الفضل كان بدون أدنى شك نادرا جدا تجاه الخادمات، لا يمكنهن التواصل مع العالم الخارجي إلا عندما تأمرهن الملكة بالذهاب إلى الباحة الكبرى. هذا هو الخزان الذي قصدته النسوة للتزود بالمياه من أجل حمام الملكة أو المطبخ أو رئيس الحرس العطشان مثلا. كنا يتجمعن أمام الصهريج، ومن المؤكد أنهن تبادلن الأقاويل هناك والأخبار. لقد تزود الصهريج بمائه من مياه الأمطار التي تدفقت بعد تجمعها على المصاطب. كان يعاد توزيع السائل النفيس عبر شبكة من الأقنية والمزاريب إلى كل أرجاء القصر. إن كبار هذه الشبكات المائية عائد إلى حقيقة أنه في وقت من الأوقات كان ثمة 1000 شخص يعيشون هنا، وهذا العدد كان بحاجة إلى عدة 1000 من اللترات من المياه يوميا، كما كانوا بحاجة إلى كمية كبيرة من الحبوب كغذاء أساسي، بدون ذكر اللحوم والمآكل الفاخرة الواردة في اللوحات التي ضمت وسيلة الكتابة الرئيسية في ذاك الزمن. ولتلبية تلك الاحتياجات كان الملك يمتلك أرضا زراعية ومزارع لتربية المواشي، كما عمل الملك أيضا في التجارة، فقد اشترى بعض المواد الأولية وعاد وباعها في الخارج بعد تحويلها إلى مواد غذائية في مشاغل ماري. أخيرا أدار المستودعات الكبرى في البلاط حيث خزنت ثروة المملكة. باختصار كان الملك رجل أعمال حقيقيا، وكان هدفه الرئيس تأمين المداخيل التي تتيح له تحقيق أهدافه السياسية. إضافة إلى مقر المؤسسة الملكية ومقر إقامة الملك ومركز اقتصادي، فقد ضم قصر ماري معبدا كذلك. في الحقيقة لا تشكل ماري النموذج الأمثل،
بل هي استثناء. عندما ننظر إلى الوثائق التي لدينا عن بلاد ما بين النهرين، فقد جرت العادة على الفصل بين البلاط والمعابد، لكن الملك غالبا ما كان أيضا كبير كهنة إله معين. والجدير معرفته أن مدن ما بين النهرين ماري وغيرها، المدينة هي ملك للإله، والإله كان السيد الحقيقي للمدينة. كان الملك صلة الوصل بين السكان والإله المالك الشرعي للمدينة. إن المزار الرئيس فريد من نوعه، ليس فقط لأنه يقع في قلب البلاط، بل بسبب أسلوبه المعماري العائد إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. إنه مركب حول هذه الفسحة المركزية الواسعة لإقامة طويلة إلى الجانب، والمنطقة الوسطى مخصصة للقرابين، وأنا أسميها المكان المقدس، والقاعة الطويلة الجانبية هي مقر إقامة الآلهة، ونسميها أقدس الأقداس. ثم نرى غرفا في كل الأرجاء، المباني الخارجية التي استخدمت غرفا للمقدسات ومستودعات، هي أماكن لها استعمالات يومية في خدمة الدين. لم يتجمع المؤمنون في معابد ما بين النهرين، وحدها الشخصيات الدينية المرموقة استطاعت الدخول لممارسة شعائرها وتقديم قرابينها. ويجب أن نفهم أن هذه الأماكن والمباني والمعابد كانت تقفل من الداخل، وحدها فئة مميزة وصغيرة من الكهنة عاشت فيها. إذن كان الملك والإله محميين جيدا من العالم الخارجي، عالم غير المنتسبين. قد نعرف أسماء عدة حكام كمثل بوزار عشتار وإشتوب إيلوم، لكننا لا نعرف من منهما كان الإله السيد الحقيقي للمدينة. لماذا؟ لأنهم في النصوص عندما يتكلمون عن هذا يقولون الإله أو الإله الكبير، ولم يشعروا بضرورة إطلاق اسم عليه. كان ثمة آلهة أخرى في الهيكل الخاص بما بين النهرين، إنما كانت لديهم معابدهم خارج البلاط. وماذا عن الموتى؟ في ماري يبدو أنهم كانوا يدفنون موتاهم تحت المنازل أو على تخوم المدينة، أما الحكام فقد دفنوا ضمن الممتلكات الملكية. للأسف فإن كل مدافنهم اكتشفت بعد إفراغها من محتواها. لكن إن أردنا أن نكون فكرة عن محتوياتها، علينا الانتقال إلى موقع قطنة الأثري إلى الشمال من دمشق. غالبا ما ورد اسم هذه المدينة في محفوظات ماري، وقد صمدت سالمة على مر الألفية. عندما بدأت الحفريات الأولى في ثلاثينيات القرن الماضي، نقل السكان الذين أقاموا حول أطلال المدينة القديمة إلى خارج الأسوار من قبل السلطات المحلية. منازلهم مهجورة والمدرسة فارغة ومساجدهم وكنائسهم مقفرة. اليوم قطنة القديمة تشبه بلدة الأشباح. منذ العام 1994 وبفضل حفريات فريق دولي، بدأت المدينة تكشف النقاب عن ماضيها شيئا فشيئا. وعلى غرار ماري، فقد تأسست قطنة في الألفية الثالثة قبل الميلاد كنقطة مراقبة للحركة التجارية في الشرق الأوسط، وفيها بلاط على غرار ماري شيد في الألفية الثانية قبل الميلاد. إننا في الجزء الجنوبي من قاعة العرش الأضخم في سوريا، التي كانت في الماضي الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين، ولم يتم نبشها بالكامل. والآن نحن نحاول تفريغ كل الغرف، وفي العام المقبل سنطلق مشروع ترميم لمجمل البناء هنا. نحن الآن ندخل القبر الملكي. إذن رأيتم قاعة العرش، والأرجح أن ثمة ممرا منها إلى هنا. ننزل عن طريق هذه السلالم فنجد رواقا طوله حوالي 50 مترا، بني من الحجارة والخشب، وهو يؤدي إلى المدفن الملكي.
في العام 2002 أدت المغامرة بعلماء الآثار إلى المرقد الأخير لأمراء قطنة، وكان ذلك مشوقا بقدر اكتشاف وادي الملوك في مصر. لقد لاحظنا وجود بئر جنائزية عمقها حوالي 3.5 أمتار وجزء منها محفور في الصخر. كان ذلك مشوقا لأننا من الخارج رأينا ذهبا وأوعية من المرمر آتية من مصر، وأوعية أخرى كان معظمها من العاج. كما رأينا ناووسا فنصبنا خيمة وعيننا حراسا حول المكان، ولم نكن بعد بحاجة سوى إلى الصبر. وبعد 15 يوما وردتنا نتائج التحاليل من دمشق وغيرها، فاستلمنا الموافقة على دخولنا. حينها بدأت الحفريات الكبرى التي استغرقت شهرين. لقد قدم هذا المدفن الملكي أكثر من 3500 تحفة. في هذه الغرفة عثر علماء الآثار على أوعية وقدور وأطباق ما زالت تحتوي على أطعمة. إذن يمكننا هنا التأكد كليا مما تكونت منه الوجبات الجنائزية المسماة كيسبوم التي وضعت هنا لإطعام الميت في العالم الآخر، كما لضمان بقاء الأحياء تحت حماية أسلافهم. من أجل إيلاء هذا المدفن حقه بالأهمية في الهندسة الجنائزية للشرق الأدنى، علينا الإقرار بأنه القبر السليم الوحيد الذي هو على صلة ببلاط ملكي، وأنا أعتقد أنه أعظم اكتشاف في القرن 21، ليس في سوريا وحسب، بل في مجمل الشرق الأدنى. نعود إلى ماري حيث تجري الحفريات بإيقاع يتماشى مع الاكتشافات التي تتحقق. أكانت مدهشة أم لا؟ فإن كل منها يشكل جزءا من الأحجية العملاقة التي يمثلها بلاط ماري العائد للألفية الثالثة قبل الميلاد، والذي لم يفهم بعد إلا قليلا. لقد عثر أحد العمال لتوه على شيء في بناء الجدار، وللوهلة الأولى بدت وكأنها قطعة من الطين المشوي، لكن إن نظرنا بإمعان يمكن رؤية إشارات تشبه كثيرا المسمارية، وهذه من خصائص الكتابة في بلاد ما بين النهرين. هذا النوع من الوثائق موجود عادة بأعداد كبيرة، إما في المستودعات أو في كوات محفورة في الجدران. أضحى طبيعيا العثور على لوحات كهذه في البلاط، فقد بلغ عدد اللوحات التي وجدت في هذا القصر وحده حوالي 15 أو 16 ألف لوحة، وغالبيتها تعدد أمجاد ماري. توجد كميات كبيرة منها، وتضم وصفا لإدارة البلاط وتقارير من الولايات إلى الملك، ومراسلات بين الملك وعواصم أخرى لبلاد ما بين النهرين، مع بلاد خابور وبلاد بابل وغيرهما. وفي مرحلة ما قريبة من نهاية تاريخ ماري العظيم، قام حمورابي البابلي بفتح المدينة واحتلال البلاط ووضع جردة بالبضائع واللوحات، فقد قرأ كل اللوحات ليحاول معرفة من خانه، وقد جمع جزءا من اللوحات هنا. بعد فترة قصيرة أمر حمورابي بإحراق المدينة. هذا التدمير وهجرانها سجلا نهاية ماري، حتى إعادة اكتشافها عام 1933. ومنذ ذاك الحين كانت هناك مأساة أكثر معاصرة تهدد هذه المدينة الترابية، إنه الدمار الطبيعي. ولهذا السبب حاول أندري بارو عام 75 حماية المنطقة المقدسة في القصر من خلال تغطيتها.
لكن ظهرت منذ عدة سنوات ظاهرة تدميرية أخرى. مع مرور الزمن لاحظت أن شكلا آخر من التآكل قد ظهر على الجدران، ليست السيول بل تآكل قاعدة الجدران والذي نسميه الأخدود المدمر. فالجدار يتداعى بسبب الأملاح، علينا القيام بعمل ما من أجل إنقاذ قواعد الجدران، وهذا ما فعلناه على مر أكثر من عقد من الزمن في المعبد. وأتمنى أن أستطيع التدخل على ذلك النحو في بلاط الألفية الثانية المتضرر كثيرا في الوقت الحاضر، لكن ما زال بالإمكان إنقاذ عدة غرف ولا سيما غرفة العرش، حيث سنتمكن من إحياء جزء صغير من البلاط خلال أيام حمورابي. عندما نرى حالة البلاط لدى اكتشافه عام 34 ندرك أن ثمة كارثة حقيقية تقع الآن. إن مرور 70 سنة كان كافيا. الجدران تتداعى، جدران أحد أهم المواقع الأثرية في عالم بلاد الشام وما بين النهرين، وأضحى الترميم مسألة ملحة ولم تبدأ إلا عام 2004. إنه أحد المفاتيح الأساسية لتاريخنا القديم، ويجدر بنا جميعا أن نهتم لبقاء ماري.